شلون اشوف اليوم صباح بغداد جديده والعصر طيب، الكل طيب وكل عراقي نزيه ونظيف الحمد لله. اي احنا نعاني معاناة كثيره عندنا احنا من الشعب العراقي مع الاسف على سياستنا وعلى قمحنا وعلى تعبنا هذا. شوف الفقير حكى الدولار وقال الدولار، واحنا بهالشهر يومين حصل له 10,000 يعيش بيها الاطفال، ايش ياخذ البيضات، ايش ياخذ يعني الى الاكل الغالي، اللحم، الدجاج، هذه الحصه التموينيه المعدومه من اول، احنا لحد الان شهر العاشر وراح ندخل السنه الجديده ما موفينها. نجي دبه الغاز بسبعه، من يشتريها بسبعه؟ يعني احنا نريد لنا وزير، نريد رئيس جمهوريه يحكي، نريد لنا كذا، ما هذا الشعب المعاناه؟ شنو؟ يعني لو ايش احنا نقول؟ يعني احنا نريد فد انسان نقول احنا لا سياسيين صحيح، كل ابو بيت يعرف بيته عائلته شو تريد؟ لبس، اكل، شرب، اشوف كلهن وسائل الراحه المعدومه عندنا احنا. كلها يعني خلي يفكرون السياسيين مالتنا، شنو التعب؟ شنو الارهاق؟ شنو المرض؟ يعني لا تقدر تروح لك الطبيب ما عندك. يعني راد لك فد 50-60 وانت عندك يلا 10,000 15,000 والدواء غالي، ترجع الى السوق تشتري ما عندنا القدرة ان تشتري بها، الله وكيل، تشتري دجاجة ب10 كيلو لحم 16. برأيك هذا السبب اللي نشوف هسه سوق بغداد جديدة فارغ؟ حصل له 10 ماكو، يعني دولار غالي، الحاجة كانت ب600 صارت ب1000، ابو 600 صارت هذا الزيت كان ناخذها التركي ب1000 هسه ب3 الا ربع، الثلاثة الأربع منين يحصلها يعني؟ وكل واحد راتبه 2,000,000 و10,000,000 و12,000، وتشوف هذا بالشارع الكسبه قاعد وإيده على الله. يعني أنا أشوف أفكر هذا أن دبة الغاز شنو بثمانية؟ ليش؟ وإحنا أهل الغاز وإحنا أهل النفط، أرجعها ب5 مو كانت ب1000؟ نحكي يعني ذاك قال صدام تترحموني مرة كلام أنا سمعته منه، ليش دبة الغاز كانت ب1000 و7,000 ونشتريها ب8؟ وإحنا أهل الغاز. يعني ما مفكروا ذولا خلى هيك السوق يعني فارغ، يعني ما فكروا تفكير عندهم، يعني هذا اللي يشتري دبة غاز بسبعة منين يجيبها؟